الفيلم ديالنا كيبدا مع كلينت اللي خدام في واحد الشركه ديال العقار، ودابا كنشوف هو صيفط واحد الميساج وكان لمراته جوانا وعلمها بلي هما في العشيه غيخرجوا بجوج بهم، وبلي واحد الشويه غادي يجي للدار باش يتغداو مع بعضياتهم. ولكن كنشوفوا بلي هي تقلقات من ديك الهضره اللي قال وكاع ما بغات تخرج معاه. وكنشوفوا كلينت ملي جاي للدار وقفات واحد الطوموبيله ديال البوليس، وتيبان لينا بلي داك البوليس الصديق ديال كلينت وطلب منه باش يخرج في العشيه يمشيو يصيدوا الحوت. ولكن كلينت قال ليه انا درت مع مراتي جوانا باش نخرج في العشيه، ويلا جاب الله ما خرجناش راه غادي نتصل بك باش نخرجوا نصيدوا. ومشى بحالو، وملي وصل للدار خرج الكلب ديالو من داك القفص وسول مراته واش سمعت دوك الميساجات اللي صيفط ليها باش يخرجوا، وقالت ليه جوانا بلي هي سمعتهم وبلي هي ما مسالياش اليوم باش تخرج معاه حيت عندها موعد مع الطبيب، واللي غتخرج من تما غتمشي عند صاحبتها ماجي. وقال ليها كلينت صافي اللي بغيتي، وبلي هو اليوم غيخرج مع صاحبو البوليسي اللي سميتو سام باش يمشيو يصيدوا الحوت. وكانت جوانا كاع ما كتهتم بكلينت وضحك معاه. من بعد قال ليها كلينت بلي جاو عنده شي وحدين باغين يشريو عنده المشروع ديالو بزباله ديال الفلوس، ولكن هو ما بغاش حيت ما غيقدرش يخلي الخدمه ديالو في هذه المدينه ويمشي لمدينه اخرى. وجوانا قالت ليه بلي هما عندهم بزاف ديال الفلوس وبلي هي ما بقاش باغا تعيش في هاد الدار وبغات ترجع لنيويورك، ولكن هو قال ليها بلي بنا هاد الدار على قبلها هي وباش ملي يكونوا عندهم الوليدات يترباو في واحد الجو اللي هو نقي. وقالت ليه جوانا بلي دابا داز عام ونص وهي كتحاول باش تحمل ولكن بلا فايده، وبلي هي كتحس راسها بحال شي فار اللي محبوس في هاد الدار وخرجت بحالها. من بعد كلينت خرج مع صاحبو سام باش يصيدو، وبدا كيعاود ليه على المشاكل اللي كيعيشها مع جوانا. وهنايا كنشوفو جوانا اللي مشات عند الطبيب اللي هو العاشق ديالها اللي كانت كدوز معاه الوقت وكتخون راجلها، وهاد الطبيب سميتو كورتلاند وقال ليها بلي كيبغيها بزاف وغيكتب ليها العياده بسميتها وغادي يعاونها تولي مشهوره بحال الممثلات، وبلي بجوج بهم غيعيشوا في واحد الرفاهيه. بالنسبه للفلوس اللي غيشريو بهم العياده راه حالهم سهل، وسولاتو كيفاش، وقال ليها بلي خرج هاد السم من العظم ديال الحوت وهذا غيوقف القلب ديال راجلها فوق تسير، وغادي يبان بلي مات بسكته قلبيه حتى واحد ما غاشك بلي هاد الدواء هو اللي قتلو. وقال ليها عطيه ليه في الماكله ولا شي حاجه ديال الشرب والدواء غيدير المفعول ديالو. من بعد هي غتورث منه الشركه ديالو والفلوس، ولكن ملي كانت غاده فحالها كانت متوتره وقالت ليه بلي هي خايفه بزاف دير هادشي. ولكن كورتلاند حاول يأثر عليها وقنعها بلي هادشي في مصلحتها باش تهنى منه في خطره. ملي مشات للدار خوات الصاك ديالها وخرجت منه داك السم ورماته في طارو. وفي الليل كلينت رجع للدار بعد ما جاب معاه داك الحوت اللي صيد، وجا عندها كلينت وقال ليها بلي غيدخل داك البيت ديال الخزين باش يقطع الخشب، وخدم المنشار ديال الضو في التقطاع. وجوانا تعصبات من داك الصداع اللي سمعت، وعينيها طاحوا على داك الطارو ديال الزبل اللي لحت فيه داك السم، وخرجت ديك القرعه ديال السم من تما وخواتها في الروج. ودخل عليها كلينت على غفلة، ولكن هو ما ردش البال داكشي اللي دارت، وخد الكيسان بجوج ومشى جلس فوق طبلة الماكلة وجلسوا باش ياكلوا. وكلينت كان كيشرب من داك الكاس اللي فيه السم، وهي كانت كتشوف فيه حيت ما بقاش عاقله الكاس اللي فيه السم وخافت لا تشربو. وعلى غفلة دوك الاعراض ديال السم بداو كيبانوا عليه، وكان كيتخصح ويتوجع وطاح في الارض. وقال ليها اعتقيني، لكن هي ما بغاتش تعاونو وقالت ليه دابا موت باش نتهنى منك. وفعلا كلينت مات ومشات اتصلت بالعشيق ديالها كورتلاند وقالت ليه بلي دار داكشي اللي اتفقوا عليه وقتلت راجلها، وقال ليها برافو عليك ودابا اتصلي بالبوليس او بالطبيب وخلي الباقي عليا. وملي جا البوليس سام بقى كيتعجب كيفاش كلينت مات بسكته قلبيه وهو باقي شاب صغير. وجاو جوج ديال الاطباء، واحد فيهم كان هو كورتلاند اللي قال لسام بلي هادشي عادي وبلي الانسان يقدر يموت بسكته قلبيه وخا صغير في السن. واحد شويه هو تبان ليه ديك القرعه ديال السم في الارض، كان خايف بزاف لداك البوليس يشوفها حيت وقف حداها. من بعد سام هضر مع الاطباء بجوج قال لهم شنو الراي ديالكم نشرحوا الجثه، ولكن بجوج بهم قالوا ليه بلي هادشي ماشي ضروري حيت السبب ديال الموت واضح وباين. من بعد سام عزا جوانا ومشى بحالو، وجاو الاسعاف وداو الجثه ديال كلينت الثلاجه ديال الاموات، والغد ليه داو الجثه ديالو للمشرحه باش يشرحوه قبل الدفن. ولكن كورتلاند اتصل بالدكتور ديال الطب الشرعي وقال ليه بلي جوانا مرات كلينت ما بغاتش دير تشريح الجثه ديال راجلها، ويلاه كانوا باغين يبداو فيه. هو يدخل عندهم الدكتور ووقفهم وقال ليه بلي مراته ما بغاتوش باش يتشرح وما بغاتش بزاف ديال المصاريف في الدفن ديالو، وقال ليه اختار ارخص صندوق وحطوه فيه. وفي الجنازه جوانا حطت عليه واحد الورده وكانت كتمثل بلي هي كتبكي وبقى فيها الحال، وكان الكلب ديالهم كينبح بزاف على جوانا بحال الا عارفه شنو واقع. وفي الليل كان الجو ديال الشتا والرعد، وجوانا والعاشق ديالها كانوا كيحتفلوا بداكشي اللي داروا، وداك الكلب كان كينبح بزاف وصدعهم. وجوانا تعصبات من داك النبيح وخدات واحد الكلاطه ومشات باش تقتلو، وديك القرطاسه جات في القفل وتفتح داك القفص وكانت كتنيش عليه باش تقتلو، ولكن داك الكلب هرب وبقى كيجري حتى وصل للمقبره.
ومشى جلس حدا القبر ديال كلينت. وهنايا غنتفاجئوا ملي غنشوفوا كلينت حل عينيه، وهذا الشيء كيعني بلي هو كاع ما مات، وبلي داك المفعول ديال السم تحيد. وحاول كلينت باش يخرج من تما، وبقى كيضرب في داك الصندوق عنده الزهر بزاف، حيت جوانا اختارت ارخص صندوق حيت ما بغاش تخسر عليه الفلوس. داكشي علاش قدر يهرسو دغيا. خرج يديه وكنشوفو كلينت اللي خرج من داك القبر، وكنشوفو الكلب اللي كان خايف منه. وهكذا كلينت بقى كيتمشى واخا هو كان عيان حتى وصل للدار. وملي طلع في الشرجم بانت ليه مرات جوانا كاتبو سكورتلاند، وبقى كيتسناه حتى خرج من الدار. ومشى هرس الشرجم ديال لاكاف وتخبى فيه. ولغد ليه جوانا مشات عند المحامي ديال كلينت، وهضر ليها المحامي على الاملاك ديال كلينت وشحال ديال الفلوس عنده في البنكه. وهي قالت ليه بلي بغات تبيع الشركه ديالو ب 200 مليون والفلوس يدوزوا للكونط ديالها في البنكه. وهنايا كنشوفو كلينت اللي خرج من لاكاف وطلع للدار، ومشى نيشان باش يشرب الماء حيت كان عطشان بزاف، وفسح الثلاجه وكلا من واحد الدجاجه كانت تما. وملي شاف الشرجم بانت ليه مراته جايه، وهبط لاكاف باش ياخذ الكلاطه من تما. ولكن القرطه سطح ليه في الدروج، معاه هو كان باقي عيان ما قدرش يجمعهم كاملين، وخدا هادوك اللي كانوا حداه. طلع من لاكاف وكان عوال باش يقتل جوانا. هو يبان ليه البوليس سام اللي جا لعندها وتخبى. وسام سول جوانا واش خاصها شي حاجه، وبقى كيهضر ليها على كلينت، وبقى كيشكر ليها في كلينت، وقال ليها بلي هو بدا من الزيرو وهو اللي بنى هاد الدار بيديه. وقال ليها بلي هو سمع بلي هي باغا تبيع هاد الدار. وجاوبت جوانا وهي متوتره وقالت لي هي حيت الدار كبيره عليا وما نقدرش نعيش فيها بوحدي. وملي كان سام خرج فحالو تلاقى مع الدكتور كونتلاند اللي كان جاي لعندها، واللي قال ليه بلي هو الطبيب الخاص ديال جوانا. سلم عليهم ومشى بحالو، ودخلوا بجوج بهم للدار. وكلينت لاحظ بلي حط غير واحد القرطاسه في ديك الكلاطه، وهبط لاكاف باش يجيب رصاصه اخرى باش يقتلهم بجوج. وكلينت كان طالع في الدروج باش يقتلهم، وسمع كورتلاند ملي قال لجوانا اخيرا انت حامله مني وغيت تزاد عندنا وليد. وكلينت ملي سمع ديك الهضره تجرح بزاف وبقى فيه الحال، وبين بلي كانت كتاكل الفاني ديال منع الحمل باش ما تحملش منه. وقرر باش ما يقتلهمش بديك الكلاطه حيت غتجيهم الموت سهله. وبقى كيتسنى حتى نعسات جوانا في الليل، ودخل الحمام ونقى راسو ودار الدواء ليديه. والغد ليه في الصباح جاو عندها الناس اللي غيشريو عندها الشركه وتفاهموا، وكانت فرحانه بزاف ملي شدات دوك الفلوس كاملين. وهنايا كنشوفو سام الطبيب الشرعي اللي عرفوا بلي القبر ديال كلينت منبوش والجثه ديالو ما كايناش تما، وحتى واحد ما عارف اش وقع. وقال ليهم سام يجيبوا لي هذا الصندوق لدارو ويخليو هذا الشيء سر بيناتهم، وهو اللي غيحقق في الموضوع. وجوانا ملي دخلت الحمام لقاته كله مرون، وكانت مخلوعه وكيتسحب ليها واش معها شي سرق في الدار. وصيفطات واحد الميساج فوكال لكورتراند باش يجي عندها دغيا. وهودات للصالون وكانت هزه واحد الحديده في يديها، ولقات الكلب قدامها واللي كان كينبح بزاف، وكيتسحب ليها واش هو اللي دار ديك الروينه في الحمام. وكان داك الكلب كينبح بزاف، ورجعت للور وخدات الكلاطه من لاكاف وعمرتها بالقرطاس باش تقتل الكلب. وعلى غفله بان كلينت قدامها وتيرات فيه وتخلعت وطاحت في الدروج ديال لاكاف وسخفات، وشد عليها كلينت الباب. وهنايا كنشوفو كلينت موقع ليه والو، حيت داك القرطاس ماشي ديال بصح وهو غير الفرشي. ومشى كلينت شد داك الشراجم ديال لاكاف كاملين بالخشب. وهنايا كنشوفو كورتلاند كيخدع عاوتاني داك السم من داك الحوت اللي عنده وداه معاه. وقبل ما يخرج من الدار سمع الميساجات ديال التليفون. اول ميساج كان من السيد اللي كاري عنده الدار، اللي قال ليه بلي هادي 6 شهور ما خلصوش الكرا، وهددو الا ما خلصوش غادي يمشي يشكي به للبوليس. وهنايا كنعرفو بلي ماشي سميتو كورتلاند، بلي سميتو فان ايو. وملي وصل لعندها للدار بقى كيعيط على جوانا، وكانت في يديه ديك الشوكه ديال السم. وملي دخل لبيتها لقى تما الباليزه ديال الفلوس وخداها. وجوانا ملي ضرباتها الفيقه سمعته كيعيط عليها. وهنايا كلينت فتح الباب ديال لاكاف، وكورتلاند ملي شاف الباب مفتوح دخل تما. وجوانا كانت مخبيه وضرباتو في الراس، وخدات ديك الفاليزه ديال الفلوس حيت كانت كيتسحب ليها واش كورتلاند هو اللي حبسها تما، بلي الغرض ديالو في الاول غير الفلوس. ملي طلعت في الدروج باش تهرب لقات كلينت قدامها، وكان لابس الماسك في وجهه وسد عليها الباب، وعرفت بلي ماشي كورتلاند اللي دار ليها هاد الخلعه كامله. وملي فاق اعتذرت منه، وكورتلاند قال ليها حشومه عليك تشكي فيا، انا كان حماق عليك ونموت عليك ومن الساعد نحرق هاد الفلوس كاملين على قبلك. وتيقات هضرت وكان قال ليها ما غنبقاوش محبوسين هنايا، ومشى لداك الشرجم وكيحيد ليه داك الخشب، ولكن لقى الكلب قدامه ورجع اللور حيت خايف منه. وهنايا كلينت كيبدل في الفصاله ديال الدار، وكان قلبو عامر عليهم بزاف وبغى ينتقم منهم مزيان. وجوانا كانت كتشوف في الارض وبنت لي هذيك الشوكه ديال السم، وفي ديك اللحظه خرجت ديك الشوكه وبغات تخشيها فيه، وقالت ليه انت في الاول كنتي غير طامع فيا وباغي غير الفلوس. وقال ليها بصراحه انت مكلخه، واش تيقتني ملي قلت لك غنفتح لك عياده؟ وجوانا تعصبت منه وهجمات عليه وبغات تقتلو بديك الشوكه. واحد شويه هما يشوفوا الباب ديال لاكاف اللي تفتح، وقرروا باش يخرجوا بجوج بهم من تما. هو الاول ملي خرج من تما لقاو الدار تبدلات الفصاله ديالها، وقدر كلينت يسد عليهم بداك الخشب اللي صوب، وبقاو محبوسين تما.
واحد شويه هو يبان ليهم واحد الباب اخر، وملي دخلوا ليه فرقهم على بعضياتهم. وكورتلاند بان ليه واحد الخيال قدامه وكيتسحب ليه واش هذاك سام، وقال ليه راحنا نقدروا ندبروا عليك غير خرجنا من هنا. وكلينت ما كانش كيجاوبو، وبدا كورتلاند كيقرب لعندو وديك الشوكه في يده، وقال ليه لا باغي تدي الفلوس كاملين راه ماشي مشكل. واحد شويه هو يتصدم ملي شاف كلينت قدام عينيه، وبديك الخلعه طاح وديك الشوكه دخلت فيه وبقى كيغوت حتى مات. وجوانا تفتح قدامها واحد الباب وشافت كلينت اللي كان لابس ذاك القناع وبقات كتجري، وقدر كلينت يسد عليها في جميع الاتجاهات حتى ولات محصوره في واحد الصندوق. وقال ليها باش نخليك بحال الفار في القفص ولا نسيتي. وهنايا جوانا عرفات بلي هو كلينت زين على داك الصندوق بالمسامر، وخوا واحد البيدونة ديال ليسانس في ديك البلاصة وشعل العافية في الدار. من بعد كلينت مشى من تما هو والكلب ديالو الوفي اللي دفن فيها كلينت، ولقاه تما توقف وهز معاه البالة، فهم الوضعية ديالو مزيان وقال ليه ما بقاش شبان هنايا باش حتى شي واحد ما يعرف بلي انت اللي قتلتيهم. وقال ليه كلينت انا صافي غنمشي فحالي. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناة وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.